تعرضوا فيه لتجربة الأفكار، منهم شاب عربي وشاب دنماركي وشاب كردي. هاي المعلومات الأولى. الشاب العربي هو ابن صديقنا وليد الجمل، يعني في شيء بحب اسمه الشاب. لا الكل صار يعرف اسمه الشاب خالد. وكان وضعه حرج جدا. كم عمره يا شاب؟ 19 سنة. يعني هذا الشاب ما يفهم بهيك شغلات يعني. نعم. طبعا وضعه كان حرج، والحمد لله هلا يعني صار في واحد تواصل معه، يعني صار يحكي، ولكن اصابته ليست سهله، يعني صعبه لانه صار في عمود الفقري والكبد، يعني لحد هلا بعد هو تحت العناية بالمركز. مسموح زيارته؟ نتمنى له الشفاء. فيك ابوه موجود تحت ابوه، فيك تحكي معهم. ابوه موجود يعني كذا نقدر نشوف المريض؟ والله ما بعرف صح. يعني انا شخصيا ما شفتوش، يعني ما حبيت افوت اشوف كمان. يعني اشكرك لهذا التصريح. يعني كانك يعني انت يعني الناطق الرسمي في للجاليات كلها يعني. واحنا نعتمد على كلامك لانه كلامك ثقه، والكل يعني متشوق انه يستمع للاخبار عن اللي بتحصل بين ابناء الجاليات يعني. شيء مؤسف. نعم. والكل مستهدف يعني. نعم. انا اولادك اولاد الاخوه جميعا اللي عم بسمعونا كلهم مستهدفين، يعني فيش حدا خارج دائره الصراع. فبنتمنى نتمنى نتمنى انه يكون في حلول سريعه لهال اللي بصير يعني. لا لانه الضحيه معروف، ولكن نعم. ولكن الجاني نعم. مجهول. نعم. يعني ما حد بيعرف مين هو اللي بتلك النيران يعني. نتمنى انه يكون سريع. نتمنى شكرا ابو الامين على تغطيتك ونشاطك، احنا متابعينك وانت فعلا مراسل تستحق الاحترام. بارك الله فيك، اشكرك جزيل الشكر. هذا واجبي. واشكر كل يعني كل انسان قلبه على ابناء الجاليات في العربيه والاسلاميه في العاصمه الدنماركيه بدون تمييز. اشكر جزيل الشكر على يعني حسن وقفتكم ويعني وازركم للمصابين واصحاب ايضا. طبعا هذا واجب، هذا واجب على واجب كل اخلاقي. نعم. واجب انساني. نعم. واجب ديني ان نقف مع بعض ونساعد بعض في وقت الأزمات وفي وقت الأفراح كمان، مش بس هيك. نتمنى من الذين يشاهدوننا الآن أن يقوموا بخطف أرجلهم بخلال 5 دقائق، يكسبون 70,000 ملك يدعون لهم حينما يأتون للزيارة وحينما يخرجون. 70,000 ملك يدعون لكل زائر لمريض. فأرجو من جميع كل من يشاهدنا أن يقوم بمؤازرة أخونا السيد وليد الجمل. طبعا وليد الجمل أبو خالد معروف، يعني معروف عن كفاءته وعن وطنيته وعن إخلاصه لكل أبناء الجاليات ومشاركته في الفعاليات ومشاركته في كل المهرجانات أيضا. الكل بعرف وليد الجمل، يجب أن نقف معه. وشكرا جزيلا أخونا أبو أم. أشكرك أبو نزار، تحياتي. وكلمة مثلا تريد أن تعبر؟ الله يسعدك. انا كان بدي اعطي ملاحظه للاهل بالتحديد. احنا ما زال في حاجز كبير، حاجز ابوي ما بين الطفل والاب. يفترض الاب يتنازل شوي عن السلطه هذه ويحاول ياخذ بايد الطفل، ينزل لعنده، هو ينزل معاه، يكون معاه. اما يترك الاولاد في الشارع. هذول مش اولاد حجي ابو نزار، الله يرضى عليك، هذول فوق ال 18 سنة كلهم شباب. معلش يعني احنا بنقول احنا يعني بنقول القانون هو حليم. بنظرنا هن اولاد، وبنظرنا احنا بعاداتنا وتقاليدنا لو كان الواحد عمره 60 سنه بضل هو ولد بالنسبه لابوه. نعم. اكيد هاد لون الشباب. احنا المفروض الاب او الاهالي تصادق اولادها، تقعد معها، تفهم منها، تسمع لها. الاولاد بحاجه لمين يسمع لهم. لما بالبيت ما بلاقوا حدا يسمع لهم، اكيد بدهم يدوروا بالشارع مين يسمع لهم. طبعا هذا التوجيه يا اخوان من اخ واب ويعني وصديق لكل عائله في الجاليات العربيه والاسلاميه في العاصمه الدنماركيه. هذا النداء والتوجيه من اخونا ابو نزار يوجهه لكل اب وام في هذه البلاد. تفضل. بكل الاحوال احنا بنقول يا ريت نعطي احنا الوقت الكافي لاطفالنا، اطفالنا بحاجه ماسه جدا بانه نسمع لهم. يا ريت نزيل الحاجز السلطوي الخوف من قدامهم، على اساس ما يكونوا والله هن يخافوا او يحاول. اصلا السلطه الابويه اللي احنا بنستعملها مع اطفالنا هي بتولد عندهم الخوف، وبتولد عندهم انه يطلع على الشارع
ويهرب من سلطة الأب. سلطة الأب ما عم بسمعوش. لو كان عم بسمعه الأب وبيمشي معه، لو كان الأب ما تصرف وما فكر إنه بكرة رايح يكون أسود، بدي أخبي قرش الأبيض اليوم من شان أصرفه بكرة وأحرم ابني منه وأخلي الولد يطلع يدور بيمين ويسار كيف بدي يجيب فلوس وكيف بدي يشتغل، هذه هون أنا بكون عم بحطه بالجريمة، بعين الجريمة. وبالأخير أخي أبو الأمين الكل ماشيين وما حدا بياخد معاه شيء. بارك الله فيك. بحب أقول للناس يا ناس يعني شوفوا أبنائكم، الخصور والبيوت والمزارع والبناء هتروح، هذه كلياتها أنتوا تاركينها وماشيين. أنتوا عليكم بأنه تورثوا سمعة طيبة وأخلاق حميدة وجالية تهتم وتسعد فيكم. هذا الكلام من أخونا وحبيبنا أبو نزار، عضو في جمعية شمعة أمل. شمعة أمل، كل بعرف يعني هذا اللي أشكرك جزيل الشكر حبيبي أبو نزار، وأشكرك عمي أبو لهاي، بارك الله فيك، تابعونا وراسلونا إن شاء الله، شكرا لكم. نروح نزور المريضة أيها الأخوة المشاهدون. أيها المشاهدون الكرام، طبعا محبين أخونا وحبيبنا وليد الجمل أبو خالد، طبعا جينا احنا اليوم نواسيه وطمأنينا على الشاب ابنه، ونتمنى له يعني الشفاء العاجل بإذن الله تعالى، ونرجو من الجميع تكثيف الدعاء له. السلام عليكم أبو خالد. طبعا أخونا أبو والد يعني أبو خالد، الكل يعني يعني مصاب نفس الإصابة اللي إصابها ابنك، يعني لا يعتبر ابنك لوحدك بل ابن الجميع كلها، ابن الجاليات، لأنك أنت معروف عنك، انك انت معروف عنك ابو خالد، انت يعني من يوم ما عرفناك من منذ 25 عاما لغايه الان وانت تخدم ابناء الجاليات الفلسطينيه والعربيه كلها في هذه البلاد، رساله توجهها وتطمنا عن ابنك المصاب. بلد اصابته خطيره كان، لانه تصاب بالطلقه دخلت بين من رئته للعمود الفقري للكبد، فهل بعده الرئه عم تنزف، وعملوا صوره للاشعه للكبد عشان يشوفوا شو النتيجه، بس بعد ما اخذنا النتيجه بس عنده عصب بالعمود الفقري مقطوع، وهذا اللي سبب له نوع من عدم الحركه يعني، ومتاملين ان شاء الله انه يعمل عمليه لظهره، وانه ممكن يعني خلال التمرين ان شاء الله بلكي برجع بعيد يقدر يمشي على رجليه. نتمنى ذلك. لكن كم عمر الشاب؟ 19 سنه بعد ما تخرج بكالوريا بعده، يعني ما عمره مشى في هيك مشاكل، ولا عمره خاض هيك مشاكل، ولا بعرف شيء، ولا شيء، بس انه متواجد بالمنطقه بتعرف. والجاني مجهول زي العادي، ما في، ما بتعرف دائما جاني مجهول دائما، يعني ما حدا شافه، ما حدا شاف كيف شكلين، وما ما ما طخوا، الولد وقع بالارض ما شاف شيء. طبعا اكيد ما بشوفش لانه الدنيا الليل، وهذا كاس على كل الناس يعني، الكل يعني الكل على اعصابه يعني، يحمي الشباب ويحمي الاوادم، والله يعين يعني، والله يعينكم كمان، يعين والدي يعني، ويصبركم يعني على هذا المصاب اللي صاب الجميع يعني، وليس فقط وليد الجمل يعني. الله يقوينا، نكون معه وندعمه يا رب يعني، كيف يا رب، اللهم شافي رب العالمين. طبعا احنا ان شاء الله سننشر هذا الخبر للاخوه اللي بحبوك واللي بيريدوك واللي يعني متعاطفين معك طول الليل، وهم يسالوا مين هو الشاب، واحنا متكتمين على هذا الخبر، ولكن ان شاء الله سننشر الخبر، حتى لو اتوا 5 دقائق 10 دقائق مؤازره لاخونا وحبيبنا وليد الجمل. بشرفوني والله اخواني واخواتي، انا بشرف الجميع والله. الله يبشكرنا، بشكر كل واحد يعني. دموعك هي على دموع كل اب. اخ وليد لا تحزن، ان الله معك يعني، وإن شاء الله رب العالمين بيكون بالسلام ابنك، وهذا يعني حال الدنيا. أشكرك جزيل الشكر، والله يصبرك يا أبو خالد. طبعا أيها المشاهدون الكرام، في هذا المطر يعني اليوم الشتاء تسكت هذه يعني خير بركات، إن شاء الله رب العالمين بجاه حبات هذه الأمطار التي تسكت، يا رب العالمين أنزل الشفاء على هذا الشاب خالد وليد الجمل، وكل مريض وكل مريضة مسلمة في العالم والمسلمين. أبو حسن ننهي معك، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طبعا أنت من الأخوة اللي يعني الذين سهروا طول الليل، وأنت تطمئن عن وقلقان عن تلك الإصابة التي أصابها ابن صديقك وليد، ما هو شعورك وما هي رسالتك؟ والله عز علينا ابن أخ وليد، وكأنه ولد من أولادي يعني الصراحة. نعم.
لأنه جد وجاري ويعني محترم وعشرة عمر ومعرفة قديمة وجماعة يعني كتير محترمين ومن نوس الأوادم. والأخ وليد يعني معروف شو هو من الجماعة المراضين اللي بيسعى للخير وبيسعى لكل كان مظاهرات وكان أي شيء لقضية فلسطين يكون هو السابق. وأنا إن شاء الله بتمنى له الشفاء لابنه خالد وربنا يشفيه، وخاصة أنا عندي الحج أم حسن متأثر عليه كتير وبتدعاله قسم بالله امبارح ما نام طول الليل طول الليل يتفكر فيه وتدعاله وربنا يشفيه وربنا يقوم بالسلام يا رب. آمين يا رب العالمين. أشكرك عمي أبو حسن. طبعا أنت وجه بارك الله فيك، أنت من الوجوه الجاليات العربية الفلسطينية في كوبنهاجن. تبارك الله فيك. يعني أنت يعني المصلح الاجتماعي، وأنت الذي تشارك في كل المناسبات بعمرك وعمرك، وأنت الوالد والأخ والأب أيضا. إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر على بارك الله فيك. بارك الله فيك. إن شاء الله. ربنا يشفيك. آمين يا رب العالمين. نتوجه الآن أيها المشاهدون الكرام. وبدي اروح يعني هالسيارات. طيب على كل حالات والدته موجوده هي هون مع النساء، وايضا نحن نشكر الجميع كل من يزور ويطمئن عن صحه والد الجمل ابن والد الجمل. شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا من قلب مستشفى الريس هوسبيتال في العاصمة الدنماركية، شبكة عربة الدنمارك انتقلت في عمل تغطية مع والد المصاب وهو خالد وليد الجمل الذي أصيب في 21 من سبتمبر يوم أمس الجمعة مساء مع عدد من 2 من المصابين أيضا. واتمنينا على صحته، وإن شاء الله من يريد زيارة المريض فليتوجه إلى الريسبشن فيستقبلهم والده ووالدته أيضا في تلك القسم. من الريس هوسبيتال في العاصمة الدنماركية، شبكة عربة الدنمارك، أحييكم ونتمنى أن تكون تلك آخر الأحداث، وهي أحداث العنف التي بتحصل في العاصمة الدنماركية بشكل روتيني. نعم نتمنى ذلك، ونتمنى وكثف الدعاء إلى أخونا وحبيبنا ابن وليد الجمل الذي الآن يركض في هذا المستشفى في لتلقي العلاج. كما ذكر والده أن إصابته هي ليست بسهلة وإنما حرجة، وإنه يتعالج في عدة أجزاء من جسمه كما ذكر، والله يعينه ويعين كل مريض وكل طبعا من يحتاج إلى دعاء للشفاء أو إذا يعني الرحمات. نعم أشكركم جزيل الشكر، وكما ذكرت ها هو العنوان، الريس هوسبيتال في العاصمة الدنماركية، يركض ابن خالد وليد الجمل في هذا المشفى. شبكة عربة الدنمارك في العاصمة الدنماركية في جميع أنواع التغطيات والأحداث نقوم بها أبو أمين 22 من سبتمبر 2018. دمتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.